مرحبا بكم. كما أن ممارسة الرياضة لها فوائد كثيرة، فإنكم سترون نتائجا لها تدهشكم. فكما نعلم أن الإفراط في ممارسة الرياضة له أضرار، ولذلك السبب لو وضعتم هدفا أمام أعينكم لن تتوقعوا كيف تتغيرون. فنتيجة تفكير بعض الناس أن ذلك سيضيع الوقت أحيانا، يتخلون عن أهدافهم. ألم ينتابكم الفضول عن التغيير الذي عاشه من تمسك بهدفه؟ تعالوا لنرى سويا بعض من لديهم العزيمة والذين سيبهروكم بما فعلوا. ولكن قبل البدء في الفيديو ادعمونا بإعجاب لاستمرار هذه النوعية من الفيديوهات. أولا، هيلا سيديبي. ألم ينتابكم الفضول ماذا سيحدث إذا مارستم رياضة الجري كل صباح؟ هيلا سيديبي اللاعب المعروف قام بالركض على مدار 365 يوم واضعا هدفا أمام عينيها، ونجح بفعل نفس الشيء كل يوم دون ملل. وأما المرحلة التي وصل لها الآن لا يصدق أنه حققها. هذا الرجل المجنون الذي استمر بالجري كل يوم شارك كل ما عاشه على إنستغرام، كان حذرا من الفشل في تحقيق هدفه، وقال في تقاريره اليومية أنه كان يرقد 9 كيلومترات كل يوم. سنخبركم الآن عن وظيفته القديمة والحياة التي عاشها. نشأ في عائلة فقيرة بإفريقيا، ولقد صرح أنه كان ضعيفا جدا في طفولته، وأنه كان يحلم دائما بجسد رياضي. بدأ في تطوير نفسه ليصبح لاعب كرة قدم، إلا أنه في آخر العام قد احتل صدارة سباق الركض الجماعي الثانوي. هذا الجسد الذي ترونه كان متفرغا فقط للرياضة، ولقد صرح اللاعب أنه كان نباتيا حيث كان يتناول أطعمة بسيطة ولكنها صحية. وصرح أنه سبب وصوله لكل هذا كان فيديو شاهده على اليوتيوب وكان مصدر إلهام له. كان الفيديو بعنوان ماذا يحدث لو رقدت كل يوم لمدة 365 يوم. كانت هي البداية، حدد هدفه وواصل السير. إذا كنتم تريدون أن تصبح حياتكم صحية أكثر فعليكم ألا تتوقفوا عن الجري وممارسة الرياضة. فعلى الأقل 30 دقيقة يوميا ستغير من حياتكم بشكل كبير. وطبقا للأبحاث فإن ممارسة الرياضة لمدة ساعة في الأسبوع تفيد الصحة وتطيل العمر 30 عام. ثانيا، جيسيكا كوكس. قد تقابلك في حياتك بعض المشاكل والتي تعيق مسيرة الحياة، ولكن الإنسان بالعزيمة والإرادة. جيسيكا امرأة تعيش في إريزونا، عمرها 35 عاما، كانت تعاني من حالة مرضية نادرة فولدت بدون ذراعين. كان هذا الأمر صدمة للجميع، وصرحت أمها أنها لم تتوقع هذا، حتى أنها لم تتوقع أنها ستكون فتاة. كانت الفتاة تبكي باستمرار، ولكن عائلتها كانت تدعمها بشدة ولم يشعروها بالنقص. وعند بلوغ جيسيكا عمر 14 عام توقفت عن استعمال الأطراف الصناعية وبدأت باستخدام أقدامها، وفيما بعد حصلت على درجة البكالوريوس في تخصص علم النفس بشكل رئيسي، وتخصصت في مجال الاتصالات بشكل فرعي، حيث تستطيع القيام بعدة أمور، منها قيادة سيارة غير معدلة فهي تملك رخصة قيادة غير مقيدة، كما أنها تستطيع الكتابة على لوحة المفاتيح بسرعة 25 كلمة في الدقيقة، كما أنها تستطيع وضع إزالة عدساتها اللاصقة وتمشيط شعرها بدون مساعدة من أحد، وأيضا حاصلة على شهادة لممارسة رياضة الغوص. وعلى الرغم من إعاقتها إلا أنها لم تستسلم، وتعلمت مع الوقت كيف تتعايش وتمارس حياتها بشكل طبيعي، حتى أنها قررت قيادة طائرة. هو أمر لا يفعله أناس طبيعيون وبدون إعاقة، حتى أنها أول فتاة لديها إعاقة تحصل على الحزام الأسود في التايكوندو. لم تقل يوما أنها لم تتمكن من فعل هذا، فهي تؤمن أنها تستطيع فعل أي شيء. ثالثا، سيمبلز ريبوم. اللاعب الأولمبي المشهور في رياضة رفع الأثقال نشأ وترعرع في مكان فقير للغاية. لم يكن لديه أي إمكانيات واسعة والديه لتوفير حياة بسيطة للطفل، وكان الطفل أثناء الولادة تضررت ركبته، ولكن هذا البطل لم يعيقه شيء. مارس رياضته المفضلة وشارك في عدة مسابقات مهمة، حتى أن هذا البطل شارك في الأولمبيات لرفع الأثقال باسم الكاميرون حتى عام 2006، وفي عام 2010 حصل على ميدالية ذهبية في مسابقة رفع 85 كيلوغراما للرجال. كان هذا حدث غير عادي هز استراليا كلها، فكيف لشخص مصاب يستطيع رفع هذا الحمل؟ ولكنه بعد فترة من الزمن توقف عن رفع الأثقال وقرر العودة إلى بلده بعد وفاة عائلته، فكان قد تزوج وأسس عائلة، وبعدها بفترة دخل المشفى وتغير شكله وخسر 30 كيلوغراما من وزنه، حتى زوجته صرحت بأن شكله تغير تماما. ولكنه لم يتوقف وأكمل التمرين من جديد، ووصل لرفع 155 كيلوغراما ثم 185 كيلوغرام،
هذا يعتبر أمر غير عادي، حقق نجاحا كبيرا. وصلنا إلى نهاية الفيديو، ما رأيكم بهذه القصص؟ أيهم الأكثر حماسا بالنسبة إليكم؟ شاركونا رأيكم في التعليقات، ولا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة.